يسأل هل وصل الصيام في شهر شعبان من أوله حتى آخره جائز؟ وهل الحديث الوارد في فرض ليلة النصف من شعبان حديث صحيح؟ لا يصام شهر شعبان كله، وإنما يصام غالبه، ولا يستكمل، لا يستكمل شهر من الشهور إلا شهر رمضان، وكذلك شهر المحرم، فإنه يستحب أن يصومه كاملا. فشهر رمضان يجب صومه كله، وركن من أركان الإسلام، إما قضاء وإما أداء وإما قضاء. وشهر الله المحرم إذا صامه كله فهذا السنة، أما شهر شعبان فلا يصام كله، وإنما يصام غالبه.